قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. يابا ليش الناس يلوموني بحب الفلسطينية؟ قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. لو كل العالم لاموني ويا حبابي ظلمتوني، انا قعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. الزيتون وإلها عنوان معروف لكل الإخوان، نزلت في نص القرآن تأمن إلنا الزيتية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. يابا بيكفي يا مغتربين، نادت قالت فلسطين، عود لا ابن الحنين ترضعت عايدي، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. أنا بناشد باسم الجمهور وكل واحد بيجي له دور، نحنا بنجاوب عالفور بوحدتنا الوطنية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم التراثي حروف وطن. نحل ضيوف اليوم على مدينة البيري رام الله. حبيب أبو هشام، أنا وياك والمشاهدين خلينا نكزدر في حارات وشوارع البيري الحكمة. يحبك يجي لك عالقدم ماشي، واللي ما يحبك يقول لك ما داري. مباشرة دخلنا على مدينة البيري وعلى جمعية أبناء البيري، ونقول لك صباح الخير، يسعد صباحك في برنامج حروف وطن. عرفنا عن حالك. الاسم أمين عبد الحافظ غنيم، رئيس جمعية أبناء البيري حاليا. حياك الله. وناشط في عدة جمعيات ومؤسسات في مدينة البيري، ومعلم سابق ومدير للمدرسة الهاشمية. طيب ابو ايش البركه؟ ابو حسام بدي اسالك ولا اسالك عن ذنوبك زي ما بكون الختياريات. البيره بتعرف له اصل التسميه؟ البيره بتشير تاريخ انه هذه وجدت قبل 3500 سنه قبل الميلاد. سلام. والاسم الاصلي لها بيروت، وهذه التسمية لكثرة الآبار. وفي العهد الصليبي سميت بيرتا القلعة أو الحصن على أيام الصليبيين. فالتسمية إما أن تكون لكثرة آبارها وهي بيروت، أو القلعة أو الحصن بيرتا، ثم تحرف هذا الاسم ليصبح حاليا اسم البيرة. قديش تقريبا عدد سكان مدينة البيرة؟ عدد سكان مدينة البيرة 1912 كانت 1000 نسمة، 1922 كانت 1427 نسمة، 1929 كانت 3000 نسمة، 1945 كانت 15000 نسمة. وتشير الإحصائيات في دراسة 2015 إنه عدد سكان البيرة حالياً 86,000 نسمة. طبعاً البيرة مثل باقي المدن في منها مغتربين ومهجرين. البيرة التهجير يعني قصدي في منها خارج فلسطين طبعاً طبعاً طبعاً. الآن خارج فلسطين في الأردن حوالي 500-600 شخص فقط. بينما للأسف للمرة الثانية والثالثة والرابعة أكثر من 30-35 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية.
موجودين. اي نعم. طيب ابناء البير الاصليين. جينا للسؤال المهم اللي هو اسماء العائلات الحمايه القديمه الاصيله لبلد لمدينه البيري. اصل الحمايل البيري كان تسكن البيري كانت تسكن فيها عدة عشائر مش حمايل. هذه العشائر القديمة كانت عبارة عن الجبرة والعاقبة والغزاونة، هذول سكان البيرة الأصليين. والأصل في هذه العشائر تشير الدراسات الدقيقة أن الغزاونة هم أول من سكن مدينة البيرة. وبعدين في عنا ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي قصة الرحيل. الرحيل كان في منطقة الشوبك زعيم عشيرة اسمه ذياب ابن قيسوم، وهذه القبيلة قبيلة بني عامر كانت تسكن حول مكة المكرمة، ونتيجة عدم دفعهم لهذه الضرائب رحلوا من منطقة مكة إلى الشوبك. الشوبك في الأردن يعني. أي نعم. وأخذوا مجرى الأردن من الشمال إلى الجنوب، ثم حصلت إشكالية في الشوبك بين ذياب ابن قيسوم، هذا ما تشير إليه الدراسات، وبين عشيرة الحدادين اللي هم أصل مدينة رام الله، على خلاف عائلي المهم. ورحل الحدادين وآل حسين من الشوبك إلى البيرة، وآل حسين هو عبارة عن جد الحمايل الحالية اللي هي عشيرة الحمايل والطويل والقرآن وعابد والقراقرة، كلهم بنتموا إلى جد واحد هو حسين اللي أجا من الشوبك. طيب سؤالنا الأخير، البيرة قديش تبعد عن القدس؟ والله هي هلقيتها حاليا بدك تلف حول العالم تتصيل، لكن البعد الهوائي في الأصل 12-13 كيلومتر. أبو حسام شكرا لك، يعطيك العافية. خلافنا عن البيت ولسه مع الختيارية ما خلصش. حبيب أبو حسام قدام الحارات وشوارع مدينة البيت اللي تزدر فيها أول. مدينة البيلي وجمعية أبناء البيلي والأخت صديقتنا هناء الطويل اللي رتبت لها الحلقة، قالت من نأخذكم عند هالحج، ولا بتزعل من كلمة حاج؟ الشيخ الشباب متأخر في إذن. طيب عرفنا عن حالك عشان المشاهدين. أنا من البيرة وابن البيرة، مواليد البيرة، مواليد 1942. اسمي عبد الرحمن حسان قرعان. قرعان أبو. نعم. إيش البرتي؟ أبو النضال. أبو النضال قبل ما نحكي، هذا حياة أبوك ها؟ نعم هذا حياة الشيخ حسان مصطفى عفاني. نعم هذا حياة أبوك. نعم. وهذه الصورة إذا مصورنا بأخذها فيها جلالة الملك حسين الله يرحمه. نعم. هذه في البيلة اتخذت. نعم. هنا. نعم. مع مجلس بلدية البيلة. مع مجلس بلدية البيلة. أبو إيش البرتي؟ أنا؟ أبو النضال. أبو النضال. أبو نضال 42-58-17 يعني 74 سنة كلياتهم في البيلة؟ نعم. تتذكر البيلة تشبك الزمان قبل كل هالعمر؟ نعم بتذكرها 100%. لا 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 السنين اللي مرت علي بتذكرها. نعم يلا اللي مرت علي تشبكت البيلة، بكت أحواش، بكت أنا ببلش لك البيرة. اللي هي البيرة هذه اللي احنا فيها. البيرة هذه مطرح انعاش أسرة كان في دور قدم. بيوت قديمة. ومطرح الجامع العمري هذا كان دور قدم. أها. ومطرح الدور اللي فيها المطعم. يعني بكت بيوت قديمة وتهدمت كلها جددوها. لما كان يضيع شاة من البلد يطلع واحد اسمه الشيخ حمام رحمة الله عليه وخفف تراب عليه. يطلع يقول يا سامعين الصوص صلوا على محمد. اللهم صل. فلان ضاع ليه غنمه.
اللي لكها. ليش؟ لان الصوت بسمع ما هي البلد هذه. البلد هذه البلد. وبعدين صارت تنتشر. بعدين صارت تنتشر البلد. صارت كيف بكى اللي بسهم في البينه زمان حياه ابوك؟ كلها كمباز وحطوا عكال. حطوا عكال. انا بتذكر كانت في سامر اللي بنسميه احنا السحجه. السحجه السامر. السحجه كان ولا واحد مفرع. بكيت تغني في السامر؟ لا في الوقت هذاك ما كنت شغني. نعم ما كنت في يعني ناس اكرم مني. وين راح السامر؟ لبشت على حالك انت. وين راح السامر؟ والله السامر في البيره لحد الان موجود بيعملوه. نعم هذيك اليوم احنا سوينا في خان البيره في الصيف. كل يوم في سامر في سامر كل يوم في سحجه كل يوم. وبتغني معاها؟ نعم بغني. وش بغني السامر؟ السحجة لها ناس بديعة. وإحنا مع الشبابة لما تضيك تنزل الدبكة الشعبية أنا بغني دلعونة مع الشبابة. بدنا نغني دلعونة معناها ما دام أنت جيت والهورمات. بدنا نغني دلعونة. بدنا المشاهدين وأهل البيل اللي بضلة يرجعوا يا أيام البيل يكلوا. بدنا نغني دلعونة. طيب هذا صالون قديم هذا؟ عليكم السلام. قديم هذا الصالون؟ قديم. قديش عمره؟ 63. من 63 يعني. حوالي فوق ال 50 سنة عمره. طيب بدنا نغني دلعونة مع أبو نضال. نعم. مع أبو نضال على دلعونة. وليش دلعنتيني؟ عرفتيني مجوز ليش أخذتيني؟ بكتب طلاقك. عوض كتيني. واجعل. أكتب كتابك عوض كتيني. واجعل طلاقك. حبة زيتونة. حبة زيتونة. يلا شعللها يا أبو نضال. الله أكبر محسن بلادي اللي ربت بي وامي واجدادي. هذه وصية مني لولادي يرفع العالم بفلسطين. يلا حيوه. أيوه يلا. احنا تغربنا وطالت غربتنا وتذكرونا يا جماعتنا. أيوه. بطلب من رب السماء ليمتنا إلا على ترابك يا فلسطين. ايوه ايوه ابو نضال. ايوه اي على دلعونا وعلى دلعونا اهلا وسهلا بتشرفونا. دلعونا شو بدك تقرا؟ شو غير الدلعونا؟ شو غير الدلعونا؟ في عتابه. عتابه يلا بدنا عتابه يا ابو نضال. وين الخلاطيش؟ وين؟ الله عليك. ميت اهلا وسهلا البيري شو حلو بكم. بكم. وسهلا والله ما ضي لك عز يا ابو نضال. البير العامري بجباله وسهلا بترحب فيكم يا طياب. يا ويلي يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا 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 باي. اركب حصانك في مرجنا مرتعة بتلاقي زرعنا أخضر بعده مرتعة. عين عليك يا زائر البيري مرتعة بتلاقي المرحبا على البواب. تعالوا تعالوا على البيري. ميجنا يا ميجنا ويا ميجنا اهلا وسهلا شرفونا احبابنا. اهلا وسهلا شرفونا احبابنا. انا ابن البيري بهواها وردها على سطح القمر.
كمان. فتح وردها عين يا ابوي عين. يا كل شاعر في الزمن وردها ما بنساها الى يوم الحساب. عين عليك. لولا الزجل المعروف عندي من اصل من اصل ما كنت اعرف شطرة بالاخرى اصل اصل. يا هناء. لما على البيري انا نويت اصل فرح قلبي وراح يقول الميجنا يا ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا على صخر اسطن من أسس عمرنا وإحنا لا بيوت الله عمرنا ويل عليك. إذا الرب طول بي عمرنا لغني عتابة لكل عزايا يا 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 أبوي يا أبوي يا أبوي يا 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 باي هوى البيري يا خيش منعش منعش. منعش يا هناء منعش. هوى البير يا خيش منعش في غير صخورها ما بنقدر نعيش باش نعيش. الطير بيبكي إذا انطرد من عشقي في اللي بنطرد من وطن والأصحاب. يا أبوي يا أبوي يا باي. النضال موجود؟ نعم موجود النضال. نعم قرابتك هي؟ لا والله من بلد تانية. جايبها غريبة؟ جبتها غريبة. طيب لما تجوزت قديبك عمرك؟ 27. 27؟ نعم 27. مش متأخرين عليه؟ والله متأخرين. ولا لحتى أخرى لما أنا عرضت الزواج على أبوي أبوي رفض. لسه 27 وبدوش؟ قل لي يابا بدري وعليش مستعجل؟ بدري وعليش مستعجل؟ مستعجل على الهم يعني؟ قل لي يابا على ليش مستعجل؟ طيب عملوا لك عنس؟ هي معلوم بس بعيد عنك بتوفى قرابة إنه في هذا الوقت. شو هالبخيتات؟ وما سووش سحجة. بس ما سووش سحجة؟ سهرة سوينا بس سحجة. وزفة؟ ولا زفة. ولا زفة؟ ولا زفة لا. والصمدات؟ شو بنساوي يعني؟ صمدوك مع العروس؟ اه بخت في عادي في البيت يربطوا للعريس ولا ما ربطوا لك شيء؟ لا انا العاده هذه كانت ملتغيه. ملتغيه نفدت يعني. بكى في عاده ان زي ما تقول لما يطيح العريس من عن الفرس واحد من الشباب يدك كل مشان يطيح زعلان. وبكى في عاده لا خوف يفضح ان شاف العروس له زي ما تصيب الفرحه بعدين بكى يتناول والعصا ويضربوه يضربوه مشان يجيوا كزرمان وعمها العروسه. طيب بدي اولادك جوزتهم على الطريقه التراثيه ولا معلومه هذا ابني الكبير جوزته سويت له سحجه وسويت له دبكه وسويت له سهره شو بكت طبخه العرس زمان المناسف مناسف مناسف بس انا على وعي بعرفش انه يعني انا بجوز اني غلطان بكاش في رز فتيت يعني بس الفتيت. على ادام وعلى على الملكه ايوه على الملكه ايوه نعم على الملكه وبعد ايش تركوا الناس صاروا يسووا اللي هو المناسف عليها رز ويحطوا سنوبر ولوز وشغلات زي هذه بس من زمان انا على وعي واحنا صغار بكنا يعني نروح نشوف من بعيد يحطوا الفتيت بس. طيب قلت لي تمتاز البيده انه بكى فيها السامر ولغايه اليوم بتعمل لغايه اليوم مش حافظ ولا شيء من غناني السامر اللي غنى انا وياك سامر شيف يلا يا فاتح الكل ما تقدر على سد يا فاتح الكل ما تقدر على سد يلا
مساك بالخير واحنا توينا جينا، مساك بالخير واحنا توينا جينا، لا نسلي الكلب ونروح اهالينا، والفاتحة للنبي يلي قريتوها هي على باليكم ولا نسيتوها. هذا هو السامي، هذا هو السامي. نعم، الفلسطيني. نعم. لغايه الان بتعلكم الحج اجى وانبسط، شيف عليك الحج الاخ من سردة، من سردة شيف عليك على السامر. الحج موجودة؟ اه موجوده. هاي سن الذهب على اليمين، باقي تتغاوى يا حج. يا سن الذهب هي لماعي. طيب خلينا نكزل شوي بشوارع البيلي ونرجع لها القعده الحلوه. حبيبي ابو هشام، احنا كبار البلد والشور بيدين، ننهر على السبع ما يقدر يحاكينا، واحنا الشباب البلد واحنا كراسيها، واحنا سيوف القناة وتمركز رجعنا احنا في البيلي، مدينة البيلي، مع صديقتنا عزيزتنا هناء الطويل من جمعية ابناء البيلي، وعند الحج ابو نضال ومن السامر الفلسطيني اللي بيغنوا لغاية الان بحيوه في مدينة البيلي وعلى الجفرة، وبدنا نسمع الجفرة وجفرة وهي الربع. جفرة وهي الرابع بتعب القطن في الخيش، واللي جوزيها نادين بترخي السالف لالش، لهجر بيوت الحجر واسكن بيوت الخيش، واسكن بيوت الخيش البدو واصر بيدوية. جفرة يا الرابع بين البساتين، مجروح جرح الهوى يا مين يداويني، يا حاملي هالجرة ميلي وسكيني، بلكن يطيب الجريح من شربة المية. يعني لو انه الحج يكون مجروح ابو نضال باكي. ما لحقتش ما لحقتش. ها نكاوت عينك من زمان على وعي انا. آه. بك واحد يقدر يحكي مع بنت زلمه بخير ولا يمكن؟ آه. والله بقطعه. والله بقطعه واحد يحكي مع بنت. شوف انت العتابه والميجنه والجفره ما خلت شيء اللي كانت. يعني تغزلوا في البنات، وتغزلوا في الارض، وتغزلوا في الزيتون، وتغزلوا في كل شيء. هذا تراثنا الفلسطيني. محل العتاب لما يرافقها غزل، غزل محل العتاب لما يرافقها غزل، محل العتاب لما، احنا في صالون ختيار رايح وختيار جاي. ايوه فيك غزل، غزل شبه ريمة شاردة مع غزل، مع غزل أنا غزلت بمغزلي وهو غزل، يا حسرتي راح الغزل لغيرنا يا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا. عتابك كيف ما مالت أنا ميل، ميل يا ابو نضال ميل، ميل وين ما بتميل فيها أربع أنا ميل. ايه وين الخراطيش الطخ وين؟ إن كان كحل يا بني أنا ميل، ومريني على زوج الهدايا. يا لحيو يا باي إن كان كحل يا بني أنا ميل،
الاناميل يعني الاصابع الاصابع انا الانامل اللي بتشحلك يا بنيه. ايوه يا ابو نضال، ايوه يا ابن الله سمعني. اوف اوف قلبي اوف اجل حجره يا يا با يا 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 باي يا يا باي. قلت لها انزل جوا السهل تنزل حتى عن هموم القلب تنزل تنزل. فأنا قلت لا انت شبه تنزيل المطر الذي نزل من السحاب يا 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 هسه بتعتب في الدار انت يا ابو نضال بتعتبش لا ولا لا ولا بتطلع لك ردي هيك حلوه ولا ابدا ولا ابدا بالمره ولا فيش وقت فيش وقت فيش وقت ما بتجيش ولا ردي على بالك هيك بتدندنها في لي اخو اصغر مني عايش في شيكاغو هذا وين ما كان ولو في جو الحمام اللي يضل يرد يغني يضل يغني بس انا لا انا في عيله طربيه عيله طربيه يعني امي امي بكت سمينا عيله بندلي في لي اخو اكبر مني وانا وفي اصغر منا في احنا الشغله هذه وحراجك بدون مقابل خليك تفهمني بدون مقابل احنا بس طرب وكيف انا والراس اللي ما فيه كيف في قطعه حسن حلال حلال قطعه ايش بقول المثل الفلسطيني الراس اللي ما فيه كيف حلال قطعه نعم ابو نضال يلا قويك ابو نضال ويا حمرا في ميدان الزلجل عبي من دم الخصم عبي مليت عبي هيو وذا بتريد من فنون الزجل عبي بدال شريط عبي لك كراب اخ العتابة والميجنة ويا زريف الطول شو بدك راب؟ زريف الطول يا زريف الطول سارع الخالة جفال الغزلان مع ريم الفالة واشرب يا روحي لكلك هنا يا بعيون السود محارب دارينا يا زريف الطول مالي وماليكم سالتونا ولا جينا بباليكم وان كان عشرة غيرنا طابت ليكم خبرونا تاني دبر حالينا يا زريف الطول مهود على الكوديس من حرير الشام مفصل لك ليبس وان كان يا محمد بتشكي من الحابس ريت حبسك يا المدلل دارينا يا ويلي عليك يا ابو نضال شو بدك راي يا زريف الطول يا زريف الطول نازل على الكوديس ومن ايش؟ من حرير الشام من حرير الشام مفصل لك لبس وان كان يا محمد نقول لمحمد علي المهم انه يقول تشكي من الحبس ريت حبسك يا المدلل دارنا المدلل انا بدي اتجوزه تحبسه عنده في الدار وين بنات اليوم وشباب اليوم عن تراثنا وعن غنانا والله انا وعن العتابه انا شايف انك قاعدين برجعوا له برجعوا له؟ انا شايف انه برجعوا له لانه هذا الاصل والاصل لازم في الجامعات في درس من الادب العربي اظن في يوم التراث في لاني بشوف كثير من البنات من الجامعات بيجوا بيكابلونا احنا اللي متعنا في هالشغله هذه ما هي هنا جامعية انت أنا جمعية أبناء البيل اللي نسكت لنا لا كاد أخذكم عندها الحج أنا حلقت لأبوها يوم العرس حلقت شو غنيت له شو بقول غنوا للعريس الحلاق يلا
قصد شو يغنوا له الحلاق يلا وحلوك يا حلاق بالموس الذهب وحلوك يا حلاق بالموس الذهب وحلوك لمحمد يا جود وحلوك لباسل وحلوك لباسل عنوان الأدب وحلوك لباسل عنوان الأدب وحلوك يا حلاق مستحلو بمنديل وحلوك يا حلاق مستحلو بمنديل وتمهل يا حلاق تايجي لجيل وتمهل يا حلاق تايجي لجيل وحلوك يا حلاق لف بعباته وحلوك يا حلاق لف بعباته تمهل يا حلاق تاتيجي حماته تمهل يا حلاق تاتيجي وحماته أبو نضال يسلموا تفضل من راعي برنامجنا شركة الأرز بسكوت أيام زمان مصنع الأرز كل الحب لرعاة برنامجنا أيضا من شركة البريك للمنظفات الكيماوية السيد حكم خنفر هذه الهدية ومن مجمع سيلة الظهر التجارية باسم السيد شداد خنفر أرز الضيافة رز زاتشي مشان تفلفل لك من نضال ومن شركة الشرق العربية للفوط الصحي لك بيبي هذه الهدية بشكرك يا ابو نضال ايضا اشكر جمعيه ابناء البيره واشكر صديقتنا العزيزه هناء الطويل هناء بنشكرك على الترتيب الحلو لحلقه مدينه البيره والبيره جزء عزيز من هذا الوطن الحبيب فلسطين اتمنى انكم تكونوا نشكر حضوركم يا ولا يهمك يا اذا في عندك بسكوت والبسكوت محلا صناعتنا الوطنية ايوة النار ما بتكوي الا بمحلا محلا اذا بزور الاذاعة مع باسل في محلا بعطيك الصورة حسب الطلا يا ابسط يا ابو هشام ابسط يا باي شكرا ابو نضال اعزائي المشاهدين هيش بتكون وصلنا لنهايه حلقتنا في مدينه البيره امل انكم انبسطتوا واستمتعتوا في الحلقه المميزه مع ابو نضال وهالصوت الجميل السام سمعته السامر الفلسطيني والميجنه والعتابه وزاريف الطول والدلعونه برجع بشكر جمعيه ابناء البيره ممثله بصديقتنا عزيزتنا هناء الطويل اللي رافقتنا في الجولة ورتبت اللقاءات الحلوة ورعاة برنامجنا جميعا حتى ألتقيكم في حلقة جديدة إن شاء الله مثل العادة يا سعادة لا تروحوا لا هيك ولا هيك أبو هشام حبيبي مع أبو نضال إلى اللقاء باسل أخونا للبسكوت حلاك حلاك إن ربطك عدوك هو حلاك اعملها أبو هشام دعيكم بالحفل هو حلاك وبعد الحلاك بيقول العتاب قعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الأرضية وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكورة الأرضية يا بلاش الناس يلوموني بحب الفلسطينية قعدي تحت الزيتوني بتسوى الكرة الأرضية وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكرة الأرضية لو كل العالم لاموني ويا حبابي ظلمتوني أنا قعدي تحت الزيتوني بتسوى الكرة الأرضية وقعدي تحت الزيتوني بتسوى الكرة الأرضية
الزيتون وإلها عنوان معروف لكل الإخوان، نزلت في نص القرآن تأمن إلنا الزيتية. وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. يابا بيكفي يا مغتربين، النادت قالت فلسطين، عود لا ابن الحنين ترضعت عايدي. وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية. أنا بناشد باسم الجمهور، وكل واحد بيجي له دور، نحنا بنجاوب على الفور بوحدتنا الوطنية. وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكورة الأرضية.